السلام عليكم الاصدقاء ديالي اخوتي الاعزاز، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. معاكم خوكم انوار من قناتكم او قناتنا انوار با. اصدقاء ديالي، في هذا الفيديو الجديد غادي نشوفوا مباراه الكلاسيكو بين فريق الرجاء البيضاوي والجيش الملكي. مباراه كانت كبيره، مباراه كانت في القمه، رائعه جدا صراحه. فريق الرجاء البيضاوي كيسرق الانتصار ديالو من جديد، وغادي كيقدم مستويات كبيره وعالميه، وكنحيي الجماهير الرجاويه فيما كانوا والجماهير ديال لي فار الجيش. اصدقاء ديالي، غادي نخليكم تشوفوا الملخص ديال المباراه، نتوما شوفوا حكموا، عطيوني الاراء ديالكم من خلال التعليقات. كنتمنى اي واحد فيكم شاف الفيديو يشجعنا بلايك، لان اللايك ديالكم فريمون تيحفزني تيخلي الفيديو يوصل لجميع المغاربه في جميع انحاء العالم. اصدقاء ديالي، باش ما نطولش عليكم، ندوزو نشوفوا الملخص ونتلاقاو في النهايه ديالو. الاصدقاء ديالي، خوتي الاعزاز، كنتمنى تكونوا استمتعتوا معنا بهذا الفيديو. كنتمنى تعطيوني الاراء ديالكم من خلال التعليقات. الناس اللي مازال ما داروش لينا لايك، كنتمنى من الصميم ديال القلب ديالي تبركوا على داك اللايك، لان اللايك ديالكم كيخلي الفيديو يوصل لجميع المغاربه في جميع انحاء العالم. اما الناس اللي ما مشتركينش في القناه، كنتمنى تشتركوا في القناه وتفعلوا الزر ديال الجرس باش توصلوا دائما بالجديد ديالنا. تهلاو ليا في راسكم بزاف. موعدنا في فيديو قادم كيف العاده. كان معكم خوكم انوار من قناتكم وقناتنا انوار برو. تهلاو في راسكم، السلام عليكم.